يوجد في الكون ملايين الأنواع من الكائنات والمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، منها القليل الذي نراه في حياتنا اليومية أو على شاشات التلفاز وعبر مواقع الإنترنت، وكل يوم نرى فيه الجديد والجديد من المخلوقات التي لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الخالق المصور. نأخذكم في جولة عبر قارات العالم المختلفة لنرى سويا صور أغرب 10 كائنات على وجه الأرض. ومن المؤكد أن هناك العشرات من المخلوقات والتي تعتبر غريبة ومختلفة، ولكننا جمعنا لكم أكثرها غرابة. من الممكن أن تكون رأيت مثل نوعها قبل ذلك، ولكن هذه تملك مقومات تجعلها أغرب الكائنات على ظهر الأرض. الضفدع المهرج، على الرغم من حجمها الصغير حيث لا يتعدى طوله 3 سنتيمترات وألوانها الجذابة التي تسببت في تسميتها بهذا الاسم، فهي يوجد منها البرتقالي والأصفر والأخضر، إلا أنها خطيرة جدا حيث أنها تفرز مواد سامة من جسمها وتعيش في الغابات الاستوائية بأمريكا اللاتينية، وعددها في تناقص مستمر. القرد أفطس الأنف، يتميز هذا النوع من القردة بالأنف الأفطس والذي يعتبر كمامة تحميه من البرد القارس، حيث يعيش عاليا في الجبال العالية في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواجه خطر الانقراض بسبب الصيادين وتغيير البيئة المحيطة. القرد ذو الخرطوم، هو نوع من القردة التي تعيش في الغابات الرطبة جدا، يتميز بأنفه الطويلة اللينة والتي تشبه خرطوم الفيل، وهي أكثر ما يميزها حيث تتحول للون الأحمر سريعا في حالة الغضب الشديد. المدرع الوردي، هو نوع صغير من المدرع يعيش في وسط غرب الأرجنتين في الأراضي الجافة والسهول الرملية، تتميز بوجود صفائح عظمية على جلدها تأخذ اللون الوردي. سلطعون جوز الهند، من أكبر المفصليات الموجودة في العالم، يصل طولها إلى المتر تقريبا، تعيش في جزر المحيط الهادي والمحيط الهندي، لديها القدرة على تسلق الأشجار ويتميز برائحة قوية جدا. سمك البغبغاء الأزرق، سمكة زرقاء اللون مع وجود بقعة صفراء وحيدة على الرأس، يتراوح طولها بين 20 سنتيمتر والمئة 130 سنتيمتر، ويشبه فمها منقار البغبغاء، لذلك سميت بهذا الاسم. سمك الخفاش أحمر الشفاه، مجموعة من الأسماك يتميز فمها باللون الأحمر الوردي، توجد على جزر جالاباغوس ويطلق عليها الأسماك الخفافيش. صائد الذباب الملكي، يعيش طائر صائد الذباب الملكي في غابات وأراضي حوض الأمازون، ويصل متوسط طوله إلى 16 سنتيمتر، تتميز بألوانها الزاهية الأحمر في الذكور والأصفر في الإناث. غزال وولر، نوع من الغزلان يتميز برقبة طويلة وأطراف طويلة تساعده على التغذي على أوراق الأشجار المرتفعة، يعيش في المناطق الجافة في شرق أفريقيا وسهول تنزانيا وجنوب الصومال. نمل الباندا، نوع من النمل يشبه في ألوانه الباندا، يعيش في غابات شيلي، يتميز بلسعته المؤلمة جدا ويغطي جسمها الصغير كمية كبيرة من الشعر. في حلقة اليوم تعرفنا على أغرب 10 مخلوقات على ظهر كوكب الأرض. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل شير ولا تنسى سبسكرايب. نراكم في الفيديو القادم.